سياسة أبل الربحية بتثير غضب كتير من مستخدميها، وسامسونج بتعلن عن مؤتمر جديد يوم 11 أكتوبر بعنوان 4X، وشركة بي ام دبليو بتعمل موتوسيكل ذاتي القيادة. وأهلا وسهلا بيكم في نظرة لوين. بيكسل 3 والبيكسل 3 XL رسميا او شبه رسميا، تسريبات شبه مؤكدة ان البيكسل 3 هيجي بشاشة بدون نوتش على الجهاز، ولكن فيها بعض الحواف الكبيرة نسبيا. اما بالنسبة للبيكسل 3 XL فهيجي بنوتش صغيرة على الجهاز، بزل صغير جدا فوق وبزل لحد ما كبير نسبيا تحت بسماعات الاستيريو. متوقع الاعلان الرسمي عنهم هيكون اكتوبر 2 2018. متحمس جدا اشوف المباراة دي، ان شاء الله يا جماعة هينزل ريفيو عنها تفصيلي في القناة. وقبل ما ندخل في الخبر اللي بعده، احب اعرف رايكم في الاضاءه الجديده. انا كل مره باضاءه مختلفه، بما اني جبت لينز جديده فدلوقتي اقدر اتحرك وفي اوتو فوكس وفي حاجات كده في الكاميرا، فاحب اعرف رايكم في الاضاءه الجديده، وهل السيت اب ده حلو ولا نرجع تاني للسيت اب العادي كده وفي خلفيه صفرا منوره ورايا. احب اعرف رايكم، ونرى فوق على اليمين برده رايكم هيتم تنفيذه في الفيديوهات اللي جايه بعد كده. وخلينا ندخل في الخبر بعده على طول، وهو من ابل وشراكتها مع سامسونج وال جي. دلوقتي يا جماعه احنا كنا عارفين ان ابل كانت شغاله في الايفون 10 وهي بتعمله مع سامسونج في الشاشات المصنعه لموبايلاتها، ان الايفون 10 كل شاشاته مصنعه شاشات اولد من تصنيع سامسونج، لان شركه سامسونج ساعتها كانت الشركه الوحيده اللي بتقدر تلبي احتياجات ابل الكبيره جدا من حيث جوده الشاشه ومن حيث عدد الشاشات المصنعه في الايفون، اللي هم كانوا تقريبا في رينج 10 مليون شاشه اولد. طبعا ابل ما كانش عاجبها الموضوع ده، وحاليا ابل شغاله مع شركه ال جي وسامسونج سما نص بالنص، 5 مليون شاشه هيتعملوا عن طريق ال جي و5 مليون تانيه هيتعملوا عن طريق سامسونج. ولكن من الواضح ومن التسريبات اللي ظهرت ان ال جي مش قادره اللي هي تعمل كميه الشاشات دي لابل، وهي قدرت اللي هي حاليا تعمل من 2 ل 4 مليون شاشه، وسامسونج هتقوم بالباقي اللي هو هيكون من 6 ل 8 مليون شاشه تانيين. اتمنى الايفون الجديد اللي انا هشتريه يكون من صنع سامسونج مش من صنع ال جي. انا ما عنديش مشاكل مع ال جي، ولكن عاده شاشات سامسونج بتكون جودتها احسن وبتقعد فتره اطول من خلال خبرتها العظيمه في الشاشات في كل موبايلاتها زي النوت والاسوب. الدرين اللي فات جوجل اعلنت عن نظام جديد مصنوع للاولياء الامور، اللي هم يقدروا يحدوا الحاجات اللي اولادهم ممكن يتفرجوا عليها على يوتيوب، بحيث اللي هو ما يتفرجوش على حاجه عيب مثلا، على افلام نص نص، الحاجات دي كلها هم يقدروا هم يختاروا الحاجات اللي ينفع اولادهم يتفرجوا عليها. وحاليا جوجل عملت الموضوع ده بطريقه كريتيف شويه، وقسمت اعمار الاولاد لثلاث اعمار. العمر الصغير جدا اللي هو تقريبا من 3 سنين مثلا او من 6 سنين لغايه 9 سنين، والعمر الثاني من 8 او 9 سنين لغايه 12 سنه، والعمر الثالث اللي هو من 12 ل 18 سنه. الاولياء الامور بيقدروا اللي هم يحددوا للفئه السنيه دي والفئه السنيه دي والفئه السنيه دي ايه الحاجات المناسبه للعمر ده. طبعا يوتيوب عاملين زي كاستم بلاي ليست او كاستم فيديوهات كده مخصوصه لكل سن، وبرده الاهل اللي يقدروا هم يدخلوا على الليسته دي ويتفرجوا عليها مثلا ويختاروا الحاجات اللي تنفع والحاجات اللي ما تنفعش حسب وجهه نظرهم. بصراحه فيتشر ممتازه جدا، واتمنى الفيتشر دي كمان تدخل لكل العالم وتكون موجوده كمان للمحتوى العربي الانيميشن اللي ساعات بيبقى حلو وممتاز وساعات في نفس الوقت بيبقى فيه حاجات عيب. يعني اتمنى الموضوع ده يبقى لطيف يعني. موت انتوا في العيب. ها فيديو مسرب لموبايل باسم الشاومي مي 8 يوث. احنا طبعا شفنا الشاومي مي 8 والمي 8 اس اي اللي هما النسختين المخصصين من مي 8، موبايل ممتاز جدا بسناب دراجون 845 وكل حاجه كويسه. ولكن هنا المختلف في التيزر فيديو او الفيديو المسرب ده ان الموبايل رفيع، الموبايل سمكه ارفع حاجه شفتها تقريبا في خلال 2018 2017 في قناه موبايلات موتورولا القديمه قوي اللي هي كان بيقول لك عليها الموبايل الورق. هو فعلا موبايل سمكه رفيع جدا. اتمنى الفيديو ده ما يكونش مجرد جرافيكس في فان عاملها ويكون فعلا حاجه حقيقيه، عشان ده هيكون شكل جديد للموبايلات بتشوفه قريب. LG بتوزع دعاوي المؤتمر بتاعها اللي هيكون يوم اكتوبر 3 اللي جاي بعنوان تيك 5، او اللي هو هاي 5، او يعني بالمصري خمسه موا. لا لا، التيك 5 دي هيكون معناها على حسب التسريبات في ال LG V40 Think الجديد، موبايل LG الجديد احتمال هيكون فيه خمس كاميرات، ثلاث كاميرات من خلف وكاميرتين من الامام، يعني حاجه شفناها شبه كده في البي 20 برو، كان فيه ثلاث كاميرات من خلف وفي حبشتكنات بقى وافكتس تصوير وحاجات زي كده. الموضوع ده ما كانش مشجع قوي بالنسبه لي، اللي هو الموضوع مش بعدد الكاميرات كله وبالسوفت وير وبالهاردوير الكويس وفتحه العدسه والكواليتي بتاعت اللينز المستخدمه مش عدد اللينزات. ولكن على مدار الوقت ال جي معروفه ان هي من احسن الشركات اللي بتهتم بجوده التصوير في موبايلاتها، وكانت عامله حاجه اسمها الرو فوتو، اول شركه تنزل الموضوع ده، عامله حاجه برده اسمها السوفت او الرو فيديو اللي هو يكون فيديو الوانه قليله بحيث انت تقدر تاخد
الفيديو ده على برنامج مونتاج وتعدل الالوان بتاعته وتحط ديها حيويه اكتر من الالوان ممكن تطلع. فعامه خمس كاميرات من ال جي حاجه كويسه، اللي هي ممكن مثلا يكون في كاميرا وايد انجل ورا وكاميرا زومد ان، حاجه مش بنشوفها من ال جي، فعايزين نشوف وايد انجل وعاديه. كلها تقريبا اقل 15 يوم وهنبدا نتكلم على الموبايل ده رسميا، ولو ال جي دخلت مصر ونشرت هواتفها اكيد هيتعمل له ريفيو. وبعد نجاح الريزر فون 1، اول موبايل من شركه ريزر جيمنج فون موجه قوي للجيمنج، كان ديزاين بتاع الموبايل ده كانش حلو، كان فيه بيزلز تخينه قوي فوق وتحت. ريزر بتعلن رسميا ان في موبايل ريزر فون 2 هينزل قريبا، والامكانيات المتوقعه هيكون هي اعلى امكانيات في السوق، 8 جيجا رامات، سناب دراجون 845، اندرويد 8.1، وجرافيكس كارد اعلى حاجه في السوق. ولكن للاسف الديزاين هيفضل زي ما هو، شاشه 16:9 120 هرتز هتكون حاجه كويسه، ولكن 16:9 وبيزلز تخينه قوي فوق وتحت، يعني حاجه محبطه شويه. ولكن كده كده الموبايل ده عالي جدا في حاجات، هو اعلى سماعات في السوق، هو احلى شاشه مخصصه للالعاب في السوق بتعملها ريزر بصراحه. سامسونج عامله مؤتمر يوم اكتوبر 11 اللي جاي، ولوجو المؤتمر ده هو 4X. مش عارفين اي معلومات زيادة عن الفور اكس، هل الفور اكس دي مثلا هتكون سلسلة الاكس بتاعت سامسونج مثلا، كله عامل ايفون اكس وفايند اكس، فهتكون هي بقى الاكس بتاع سامسونج الحاجة الرهيبة اللي هتكون اعلى من الاس والنوت مثلا، ولا هل هيكون مثلا فئة متوسطة، ولا هل هيكون باربع كاميرات، لسه مش عارفين اي حاجة. ولكن ده الحاجة الوحيدة اللي احنا عارفينها، اكتوبر 11 والمؤتمر باسم او الدعوة باسم 4X فن او 4X. من سنة رئيس امازون جيف بيزوس نزل بوست على تويتر بيسأل فيه الناس، هل يا جماعة عندكم افكار ممكن تساعد الكوميونتي، ممكن تساعد الناس اللي لحد ما ممكن يكونش معاها فلوس على المدى القصير، بحيث ان احنا نعمل لهم مشاريع صغيره تساعدهم. وساعتها كان جاله افكار كتير جدا وفرح بالافكار دي. وبعد سنه بالظبط جيف بيزوس ده اخذ افكار كل الناس دي عملها بروسيسنج كده في دماغه، وطلع بفكره، وهو الفكره دي مشروع للتعليم تكلفته هتكون 2 مليار دولار في كل العالم. وكل اللي نعرفه حاليا عن المشروع ده ان هو على حسب كلام جيف عايز ياخد نفس فكر شركته اللي هي amazon.com يحطها في المدارس. مش عارفين ده هل هيكون مثلا تعليم المدارس ده هيكون تعليم تجاره البيزنس مثلا جوه المدارس فقط، مش هيكون بقى في تعليم ماث وحاجات ما لهاش لازمه من وجهه نظره وتختلف عن البيزنس، لسه مش عارفين. ولكن مشروع زي ده من اغنى شخص في العالم حاليا هيكون حاجه كويسه جدا للتعليم، يعني يا ريت الناس الاغنياء بقى يعملوا حاجات زي كده كتير. يعني بصوا يا جماعه بصراحه كده الخبر ده انا متضايق منه جدا ومتعصب جدا، وهكلم فيديو كامل 5 دقايق عنه. ولكن سريعا، ابل عملت حاجتين بعد ما نزلت الايفونات الجديده. اول حاجه انها لغت الايفون 10، تاني حاجه ان هي شالت الدونجل بتاعه ال 3.5 ملم مدخل السماعات العادي لللايتنينج بورت اللي هو البتاع الصغيره كانت بتكون كل موجوده في كل الموبايلات، شالتها من الايفونات الجديده، وكمان شالتها من اي حد هيشتري ايفون قديم. يعني انت لو اشتريت ايفون 7 او 7 بلس 8 او 8 بلس او الايفونات الجديده 10 اس وال 10 اس ماكس وال 10 ار، كله ما فهمش الدونجل دي. والدونجل دي ما زالت هي اكتر اكسسوري بتبيع على الابل ستور بسعر 9 دولار. بصراحه فكر مستفز جدا وانا ضده 100%، وهعمل فيديو كامل اول ما المنتجات الجديده بتاعت ابل للاسف هتيجي، هنعمل فيديو كامل عن كل المنتجات دي وازاي تغيير فكر ابل ده لازم يحصل في خلال فتره دي. مع تطور التكنولوجيا والسيارات ذاتية القيادة والحاجات الخزعبلية اللي احنا شفناها في العربيات اللي في الفترة اللي فاتت، ادركت بي ام دبليو ان التكنولوجيا دي فعلا مفروض تكون في العربيات، ولكن الاولوية ليها تكون في الموتوسيكلات، لان لو انت بتسوق موتوسيكل على حسب كلام بي ام دبليو انت معرض للموت في حادثة 26 مرة اكتر من اللي انت تموت في حادثة عربية، ده على حسب كلامهم. وبناء على هذه الاحصائيات فبي ام دبليو كانت شغالة لفترة السنة ونص سنتين اللي فاتوا على موتوسيكل شغال بالتقنيات السلف درايفنج اللي هو بيسوق نفسه بنفسه، وهتابع الموتوسيكل ده قريب. لسه ما نعرفش معلومات عن الموتوسيكل ولا اسمه ولا سرعته ولا الحاجات دي، ولكن تفكير كويس وتفكير جديد مختلف من شركه بي ام دبليو. ودلوقتي جه ميعاد فتره الاحصائيات او التوب 10 او التوب 5، وزي ما قلتكم في النشره اللي فاتت اللي هي كانت من اسبوعين، اللي احنا هنعمل التوب تك يوتيوبرز في العالم، تكنولوجي يوتيوبرز في العالم، ونبدا برقم 10 وهو قناه عربيه وهو اب تو ديت. اب تو ديت عنده 1,685,000 سبسكرايبر من حيث الوقت اللي بعمل فيه الفيديو، 177 مليون فيو، وبدا ينزل فيديوهات على قناته من 22/6/2011، ومجموع الفيديوهات اللي عنده هو 1364 فيديو.
عاش عاش يا فيصل. القناه اللي بعديها قناه امريكيه وهي يور افريج كونسيومر، عنده 2 مليون سبسكرايبر، قناته فيها 210 مليون فيو، بدا قناته في 29 جانوري 2012 وعنده 666 فيديو. والقناه اللي بعدها هي قناه موقع امريكي واسمه ذا فيرج، القناه دي عندها 2 مليون 150 الف سبسكرايبر، مجموع المشاهدات اللي عندها كبير جدا مقارنه بالبعده، وهو 570 مليون مشاهده. بداوا قناتهم في 7 اغسطس 2006 من اقدم المواقع وقنوات التكنولوجيه. تقريبا السبب الرئيسي لكل الارقام الخزعبليه دي لانهم نزلوا 3546 فيديو. القناة اللي بعدها دي قناة مفضلة جدا بالنسبة لي وهو جوناثان موريسون او TLD. TLD عنده ما يقارب ال 2.5 مليون سبسكرايبر، مجموع مشاهداته 341 مليون مشاهدة، بدأ في 13 ابريل 2010 وعمل 1070 فيديو. القناة اللي بعدها برضه امريكية، نتمنى القنوات العربية كده فترة من فترات تزيد، وقنوات مثلا لو اني تك تكون ضمن اللستة دي في يوم من الايام، اتمنى حاجة زي كده تحصل. القناة اللي بعدها هي قناة اندرويد اوثورتي، برضه قناة امريكية، قناة عندها ما يقارب 3.2 مليون سبسكرايبر وعندها 676 مليون مشاهدة. بدأوا قناتهم في 3 ابريل 2011 وعندهم مجموع فيديوهات 3539 فيديو. برضه من القنوات اللي كانت مفضله بالنسبه لي من فترات طويله جدا وهي قناه اوستن ايفنز. اوستن ايفنز او زي ما بيسمي نفسه على الانترنت اوستن نوت دانكن، عنده 3 مليون 348 الف مشترك بما يقارب النص مليار مشاهده. بدا في 28 ابريل 2009 وعنده 1495 فيديو. القناه الوحيده البنت الموجوده في الليسته دي وهي اي جاستين. بصراحه القناه دي برضه قناه مفضله جدا بالنسبه لي، بحب ادخل اتفرج على قناتها كام فتره تانية، عندها محتوى لحد ما مختلف عن الولاد الموجودين في المجال ده. واي جاستين عندها 5,200,000 مشترك، بصراحه عاش. 908 مليون مشاهده، بدات في 12 مايو من 2006 وعندها 1685 فيديو. وللي كان متوقع ان مركز براوني MKBHD هو الاول عالميا، احب اقول لكم ان مركز رقمه الاربعه عالميا، لانه قناه مركز فيها بما يقارب 6,800,000 مشترك، وقناه MKBHD لسه متخطيه حاجز المليار مشاهده على يوتيوب. مركز بدا في 28 مارس 2008 وعنده 1046 فيديو. المركز الثالث بيروح للاينس تك تيبس، قناه قريبه جدا من مركز وبيعدوا بعض على الطريق، وكل شويه تلاقي مركز الاول لاينس اللي بعديه ولاينس الاول ومركز اللي بعديه. لاينس تك تيبس عنده 6,850,000 مشترك، بس اللي يختلف هنا وان لاينس تك تيبس عنده 2 مليار مشاهده، هو ضعف مشاهدات مركز. لاينس تك تيبس بينزل فيديوهات من 25 نوفمبر 2008 يوميا لحد ما وصل، وهو اعلى شخص بيعمل فيديوهات على يوتيوب في التكنولوجيا، عدد الفيديوهات هو 4,280 فيديو. المركز الثاني في التكنولوجيا في العالم بيروح لقناه هنديه باسم تكنيكال جروجي. تكنيكال جروجي عنده 8,600,000 مشترك. المختلف هنا في تكنيكال جروجي عن اي حد من الليسته دي ان هو بدأ في نص 2015 ووصل لعدد المشتركين وبقى الثاني على العالم في التكنولوجيا في فترة قليلة. بس مختلف هنا، تكنيكال جروجي بيعمل فيديوهات كتير جدا، هو عامل 1886 فيديو. ولما نروح للقناة الأولى عالميا في التكنولوجيا، هو يعني ملوش علاقة بالتكنولوجيا قوي لأنه بيعمل أنبوكسينجز لحاجة تكنولوجية أو كل حاجة، ولكن مش بيعمل ريفيوز أو اللي هو رأي مفصل عن حاجة معينة، وهو يا جماعة أنبوكس ثيرابي. الشخص ده يا جماعة يعني تروش جدا، تقعد تتفرج عليه كده انت والعائله وتنبسط بالفرجه عليه. امباكس ثيرابي عنده 12 مليون وشويه مشترك، مجموع مشاهداته هو رقم واحد في التكنولوجيا، 2 مليار و300 مليون مشاهده. احب اقول لكم يا جماعه ان قناتي كلها على بعضها فيها 15 مليون مشاهده، الباشا عنده 2 مليار 300 مليون مشاهده، يعني في فرق برضه. لو من امباكس ثيرابي بدا في 2010 وعنده 1440 فيديو، وطبعا من غير ما اي حاجه تتقال قناه مفضله بالنسبه لي في الليسته دي كلها. بصراحه انا بحب قوي القنوات العربيه، او القناة العربية موجود في الليست دي اللي هو اب تو ديت، ولكن القناة المفضلة بالنسبة لي كتصوير وككلام وكسكريبت منظم هو MKBHD. بصراحة ده يعني وحش التكنولوجيا والسكريبتات اللي بتعمل. بصراحة برضو احب اقول لكم يا جماعة ان انا بدأت في 2015 للمرة التالتة، عندي يا جماعة 260 سبسكرايبر وعندي مجموع مشاهدات 15 مليون مشاهدة، واحب اقول لكم يا جماعة ان انتم متابعين احلى قناة موجودة في العالم. اي هبل اللي موجود انا بتعب بصراحة في محتوى، تك انك تعمل لايك، تك تعمل شير للفيديو عشان الفيديو دي بتاخد وقت ومجهود. شكرا شفتوا الفيديو، اشوفكم في الفيديو اللي جاي.